حل احسن. اعطوني وزير الصحه، وكيل وزاره، من باكر جهزوا لي وكيل وزاره الصحه على اساس نوجه له ايضا رساله. والقضيه مو بس يتحملها وزير الصحه، ايضا وكيل وزاره الصحه لازم يكون بالصوره، والوكيل المساعد ايضا يكون بالصوره. يا ليت باكر فريق الاعداد يجهز لي ايضا وكيل الوزاره. معالي الوزير، احنا بنتعاون وياك، ويمكن صار لي فتره انا اتعاون واظهر لك تقارير وطالبك بالمحاسبه. راح اراويك ثلاث تقارير اليوم. التقرير الاول قلت لك انه في الاستقبال غير المشاكل الطبيه والمواعيد، انت تدري الان مواعيد فحص القولون والمعده من 6 إلى 7 شهور؟ تاخذ موعد اليوم، يعطيك موعد في نهايه شهر يناير، وعندنا تقارير كثيره احنا نراويكها بالمستندات في كل مستشفيات الكويت. 6 شهور معالي الوزير على اساس موعد. هذه مو قضيتنا اليوم. قضيتنا اليوم الاخوان في مستوصف الصليبيه قطعه 6، ما في ولا موظف موجود، حتى البنغالي والامن المصري مو موجودين حتى يسجلون العالم. يروحون المراجعين المرضى يقطعون ورقه ويسجلون ويدشون على الطبيب. يجوز؟ يجوز معالي الوزير؟ انا كم مره طلبت من معاليك يا معالي الوزير روح مر يوميا للمستشفيات الصبح ما تلقى احد في الاعياد، ماكو احد غير البنغالي المسكين اللي ينظف او الامن المصري. كل الموظفين، جيش الموظفين مو موجودين. شوف التقرير فضيحه، التقرير مستوصف الصليبيه قطعه 6 بلا موظفين استقبال. وانطر التقرير بعده ادهى. عطني السلام عليك يا ابو احمد. طبعا احنا مستوصف الصليبيه قطعه 6، طبعا ما في كاتب، الكل يجي يكتب ويمشي ولا حد موجود. شوف يا ابو احمد، هذا اليوم ما في ولا كاتب، الكل يجي يكتب ويمشي. شوف وينك يا وزير الصحه؟ شوف ما في احد ولا كاتب. اللي يجي يكتب ويمشي، يبي ورقه يقص ورقه عند الرجال هذا، حاط له ورقه اكتب ومشي. يصير معالي الوزير بس يحدث في الكويت، بس الدولة تدفع ملايين والحبايب اللي شفتهم. تقرير بعده في مستشفى